السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. حبيبي رمضان على الابواب، الله يدخلوا علينا بالصحيحه ولهنا وبكل متمنيات ان شاء الله، واللي في قلبه شي حاجه الله يحققها له ان شاء الله يا ربي. اليوم حبيبي قلنا رمضان على الابواب، غادي نديروا خرجه عائليه انا واختي وبنت اختي ووليداتنا، غادي نخرجوا وغادي نوجدوا الكسكس وغادي نطلعوه ناكلوه. فهاد القلعة هذه اللي كان سبق لي انني درت لكم فيها واحد الفيديو، ولكن كان فيديو خفيف لانه كان غير لايف، وقيل على ما اظن كان غير لايف، والبنات قالوا لي صوري لنا التفاصيل فيه في هاد القلعة هذه ولكن كبيرة ما نقدرش نديرها لكم فيديو واحد. غنحاول انني نوريكم غير النص ديال هاد القلعة هذه، ومرة اخرى ان شاء الله نديرو عاوتاني فيديو واحد اخر في النص الاخر. بقاو معايا دوزوا معايا النهار كيفاش غادي ندوزوه. راكم كيف كتعرفوا مع الحجر الصحي عندنا ممنوع الخروج بالليل وكل شيء، يعني قررنا ان نخرجوا خريجه خفيفه بالنهار، وكنتمنى انه تدوزوا معنا نهار زوين وقيت زوين. كنتمنى لكم فرجه ممتعه ان شاء الله. كيف كتشوفوا البنات غادي نحطوا الغداء ديالنا ان شاء الله بحول الله هنا. هاد الغابه غزاله غزاله غزاله، كتجي قلعه عاليه في وسط المدينه، يعني جميع الانحاء ديالها كيطلعوا على المدينه، يعني غزاله. هانتوما كيف كتشوفوا الاخت ديالي الكبيره الله يحفظها ويطول عمرها ويعطيها صحيحتها، هي اللي صوبت الكسكس هاد النهار، وطلعنا الطنجره طلعنا القصعه طلعنا كل شيء وحطيناه. تغدينا تم داز واحد الغداء البنات، تمنيتكم كلكم تكونوا حاضرين معايا، والله القسم الى المذاق ديال هذا الكسكس كان احسن مذاق ذقته انا في العالم. علاش؟ لانه بواحد الطريقه في الغابه، وكتبدلي الاجواء كتبدلي الاجواء، يعني كتجيك حتى الماكله كتجي لذيذه. صافي من بعد ما تغدينا خرجنا باش غادي نتمشاو، غنمشيو لواحد الجهه اللي كيديروا فيها الرياضه، هي كاينه حتى هي هنايا اللي باش قلت لكم هاد الغابه غزاله بالخصوص في هاد الايام اللي خصنا انه ما يكونش تجمع وما يكونش، يعني بنادم خاصو يفوش شويش. الناس كيجيبوا وليداتهم كيطلعوا، كاين اللي كتطلع بوحديتها، كاين فيها الماء صالح للشرب دايرينو، عندك اماكن فين تجلسي تاكلي، عندك اماكن فين تلعبي، عندك ديال الرياضه. هانتوما غتشوفوا انا غنختار، ما غنمشيش مع الناس اللي ماشيين من هي، غادي نختار هاد الدريب هذا صغيور من هنا كيدي لبلاصه الرياضه، وكاين الجهه الاخرى عاوتاني حتى هي اللي كيعجبني انا في هاد الغابه فيها طرق متعدده، يعني ملي ما دزتي تقدري توصلي لنفس البلاصه اللي مشاو منها الاخرين، يعني عند هاد الطرق كتوصل كما كنقولوا حنا كل الطرق تؤدي الى روما، وهي هاد القلعه هادي الطرق كلهم كيديو لنفس البلاصه، يعني ممتازه باش ما يكونش فيها التجمع، كل واحد كيختار الطريق خاويه. من انا شفت الناس غادي نهيها بزاف، دزت من هنا وغادي نخرجوا في نفس البلاصه اللي غاديين حتى هما. كتعجبني هي تقريبا انا كنطلع لها غير بالرجل الا بغيت ما نطلعش بالطوموبيل، يعني لانها قريبه جايه في وسط المدينه. هانتوما كيف كتشوفوا الناس كدير الرياضه ديالها، سبق لي حطيت لكم فيديو هنايا كنا كنديروا الرياضه، كنجمعوا جروب ديال البنات وولاد وكل شيء، كاين اللي كتجي مع راجلها، كاين اللي كتجي مع خوها، كاين اللي كتجي بوحدها، كاين اللي كتجي مع باها، كور وعرب، وكنديروا هنايا رياضه مجموعين ممتازه. اللي ما بغاش يدير رياضه ولا بغى يستريح ها الاطلاله على المدينه كلها. واللي كيعجبني انا في هاد القلعه هادي كل جهه كتطل على الجهه الاخرى ديال المدينه، يعني بما انها مدينه سياحيه كاين الناس اللي كيفضلوا يطلعوا يعني للفوق باش كيكتشفوا المدينه كامله، لان دابا نوريكم واحد البلايص دايرين فيهم الخرائط ودايرين فيهم، يعني تقدروا انكم تعرفي راسك في الاتجاه باغي تاخدي. واللي زوين فيها يعني فيها كل شيء، قبل ما يكون هذا الوباء كانت الريستورا حاله، يعني يقدر بنادم ياكل وكل شيء. هذه اعزكم الله المرحات دايرين في كل قنت، دايرين مرحات على هذا الشكل هكذايا، فاصلا يعني انه ديكور زوين في هذه القلعه هذه. وكانوا دايرين كما قلت لكم مطعم، ولكن للاسف مع هذا الوباء هذا يعني سادينو، راك عارفين دابا المطاعم كلهم سادين، اللي بغى يطلع كيطلع الماكله ديالو يعني كل واحد. والبوليس دائما كتلقاوهم كيدوروا هنايا، يعني تقريبا كل نص ساعه كتلقى الطوموبيل ديال
ديال البوليس كدوز على حسب المراقبة وعلى حسب كل شيء من غير الوباء ولا شي حاجة، ولكن دائما كتلقاها هنا، يعني كتجلسي في الليل ولا تجلسي في النهار ما عندكش مشكل، والكاميرات فيها كل شيء. هذه إطلالة من جهة الأخرى عاوتاني المدينة اللي كطل على المسرح اللي كنت صورت لكم فيه في رأس السنة ديال هادي عامين. هنا كيديروا، هنا كيجيو يعني دوك المغنيين المشهورين، يعني اللي هذا هنا كيجيو لهنايا لهذا المسرح، لان هذا هو اكبر مسرح في جنوب فرنسا. ان شاء الله منين يتفتح ويديروا عاوتاني حفلات ويديروا شي حاجه ان شاء الله بحول الله، اكيد 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 ان شاء الله غادي نصور لكم فيه. كيف كتشوفوا هنا دايرين هما فيه مريم العذراء، لانها جايه قلعه كتطلع على المدينه، اعلى قلعه عندهم هنايا. هذاك الشيء علاش دايرين فيها هما العذراء. هنا عندك الخريطه اللي قلت لكم البنات، بصراحه كتستمتعي بحال انك كتشوفي داك المدينه وكتشوفي النواحي اللي دايرين بها وانتي غير في هاد البليصه هذه هنايا. كيف كتشوفوا عاوتاني هنا الاطلاله جايه قريبه حتى داك المسرح. كيف كتشوفوا هنايا كتبان المدينه كل شيء. استسمح حبيبي لينا ملي كنبغي ندير المونتاج، الحماق الحماق مع الحجر الصحي ولادي في الدار ما نقول لكمش، خصني كل مره نقطع تقريبا هذه واحد 4 ساعات وانا باغا ندير المونتاج وما قادراش غير مع ولدي. نكملوا حبيبي النهار ديالنا. هانتوما كيف كتشوفوا هنا هاد القلعه عامره بالاشجار ديال اللوز، كيف كتشوفوا الورد ديال اللوز، واحد الريحه غزاله غزاله البنات. كاين واحد الطريق عاوتاني هنا كتلقاو فيها حتى هي كرسي اللي بغى يطلع على المدينه عاوتاني من هاد الجهه هادي، يعني مريحه. كيف قلت لكم كاين الماء اللي صالح للشرب هنايا فيما مشيتي كتلقاه، لانه الماء ديال العين كيقولوا واقيلا مهم ديال طبيعي، كما ماشي زعما كاينه ديال الروبين اللي كيكون فيها اليود ولا شي حاجه. هنا كاينه واحد الطلعه عاوتاني البنات اللي بغى يطلع في الطروش ويزيد يعلي الفوق باش يطلع عاوتاني على جهه اخرى ديال المدينه. انا غنمشي من هنا وغنضرب الدوره من جهه واحده اخرى عاوتاني فيها طلعه بنفس البلاصه. هنا للاسف سدوا هذه البلاصه، هذه كانت هنا البنات، لان هذه القلعه هذه مبنيه من ايام الرومان، وواحد البلايص اللي كانوا هما كيديروا لهم بحال شكل ديال السجن، كان الناس كيزوروهم يعني كسياحه وصافي، ولكن للاسف خاصها الترميم، وشافوها انها ما فيها ما يترمم، يعني كطيح ولا تخطر على الناس الا مشاو لتم. كيف كتشوفوا هي كانت هنا كاين الالعاب، يعني الطوبوكا، داك البالونسوار، يعني داك المطيشه، كل شيء. المهم البنات ديال الوليدات الصغار دايرين كل ما يحتاجوه، ولكن نحاول نصورها لكم شي نهار شي صوره خفيفه، شي فيديو خفيف يعني، ونحط لكم في ستوري، لان كان عامر بالوليدات الصغار ما نقدرش نصور. هذه الطلعه اللي قلت لكم كانت ملهيه، وكاينه طلعه هنا كتطلعي عاوتاني كتلقاي الخريطه وكتلقاي عاوتاني الاتجاه الاخر ديال المدينه، الاتجاه اللي كنطلل فيه انا على الدار ديالي. من هنا كتبان الدار ديالي هنايا عاوتاني حتى هي اطلاله اخرى. وباقي الجزء الثاني دابا نشوف ان شاء الله شي نهار الا طلعنا. دابا مع رمضان الا طلعت غنطلع غير بالنهار، لان بالليل عندنا مع السبعه كلشي كيسد. ها هي دي الطلعه اللي كنت شفت الاخرى، وكاينه الطلعه الثانيه. عاوتاني هما دايرين الخريطه فيها البنات كل شيء، كل شيء، المدن المدينه اللي حنا فيها والمدن المجاوره، باش كيعرفوا اللي بغى بحال دابا كيعرف شنو في هذيك المدينه، وكيكتبوا لك بحال دابا هذه المدينه باش كتمتاز وهذه المدينه باش كتمتاز، يعني كبحال حد الكيد سياحي، يعني تقدي تعرفي يعني. انا طلعت من طلعه من ليه وغادي نهبط من الهبطه من هنا اللي غادي تجيبني عاوتاني للجهه الاخرى. كيف كتشوفوا كيبان لكم واحد البناء قديم، هذا ديال المسرح، كيوريوك زعما شنو مور هذوك هذاك الكرياج اللي دايرين تما، كاين هذوك الخشب، هذوك هما اللي كاينين تما. كيقول لك زعما الا بغيت تعرف شنو راه تما، ها هو تحطينا لك في الصوره، ولكن خطر باش انك تمشي توصلتم، لان بداو كيطيحوا وخافوا على الناس. هنا كان قصر في عهد الرومان، بقى منه غير ديك الحجيره، ها هو هذا هنا حاطين القصر بجميع التفاصيل ديالو، فوقاش داروا شكون داروا، بقى يلاه هذا الطرف هذا يعني داروا له التعريف ديالو، خلاوه بعيد على الناس لانه خايفين انه شي واحد يطيح. هنا كاين هبيطات اللي كيبغي يتمشى الناس، اللي كيبغيو يديروا لا مارش
كيتمشاو كتمشي، بغيتي تهبطي في الجهه ديال الدروج يعني كاين، ولا بغيتي في الجهه اللي كما قال عاوتاني طبيعيه تهبطي غير في الطبيعه كاينه. هاد الطريق كتدينا لنفس البلاصه اللي كنا خرجتنا، في نفس البلاصه اللي كنا فيها قبيله اللي كان فيها المسرح فين كاينه العذراء، ها انتم كتشوفوها هنا. والغابة كيف كتشوفوا البنات كبيرة 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 وغزالة، كيزيدوها بداك الورد كيزيدوها بكل شيء، زعما كاينه بصراحة كتحسي بواحد الراحة. انا شحال مرة كنحط ولادي في المدرسة وكنطلع بوحدي تي لهنايا شوية نخوي داك العبء اللي كتكون ديال الضجة وكل شيء والصداع وديال التري، كتعرفوا مع الوليدات ربعة ما سهلاش، ولكن الحمد لله كنحاولوا اننا نوازنوا ما بين الدار والوليدات والخدمة واي حاجة. كنتمنى حبيبي انها تكون عجبتكم هذه الخرجة البنات وهذه الجولة الخفيفة. مهم انا كنبغي كانني كنعطيكم كشحنة انه ما تجلسوش سدين عليكم الباب في الدار وكتهرسوا في النفسية ديالكم، بالعكس خرجوا واستمتعوا بالحياة ولو تكون شي حاجة قليلة راها كتغير في النفسية ديالنا حاجة كثيرة. شكرا لكم حبيبي على حسن المتابعه ديالكم، كنتمنى انه تدوزوا رمضان احسن رمضان ان شاء الله، غادي يكون جديد غادي يكون شهيوات غادي يكون ديكورات البنات غادي يكون ديكورات. واحد الاخت غادي توريكم وغادي تقاسم معكم الدار ديالها من النهار فاش غادي تبداها الى حتى لاخر لحظه. كنتمنى انكم تكونوا حاضرين معايا بالبارطاج البنات باللايكات بالاشتراك ديالكم، شكرا لكم على الدعم ديالكم، شكرا لكم على الكلام الجميل اللي كتخليوه لي في التعاليق ديالكم. كنشكركم بزاف البنات ودمتم بخير والى اللقاء وصحه رمضانكم.